اول حاجه هنعملها كوبايه علف، علف الفراخ، علف الدجاج، علف التسمين، علف 23% او علف السمان اللي هو البادي، انعم حاجه، ارفع حاجه، الحبايه الرفيعه اللي زي كده، هحط كوبايه منها او الكميه اللي انت هتحتاجها. هحط كوبايه كده، احط عليها 3 مقادير ميه زيها، يعني 3 كوبايات ميه اهو، ده واحد اتنين تلاتة. طيب قبل ما نبدأ الفيديو عايزك تعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ارجوك ارجوك اعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لمعظم الناس. هنسيبهم على بال ما يتخمروا من 15 الى 20 دقيقة، وهقول لك ليه السرنجة بتاعت التأكيل او التصغيط بيفشل معاك. الفيديو ده احنا عملناه قبل كده كذا مرة، اللي هو فيديو بعلف التسمين، الزغاطة بعلف التسمين لتسمين الزغاليل اللي هتتذبح. ليه بتفشل معاك؟ هقول لك على كل الاسباب اللي بتخليها تفشل معاك في الفيديو ده. اولا هنستعرض السرنجات، انا معايا السرنجه اهي اللي انا بستخدمها، ده اول سبب، اول شيء من نجاح عمليه التاكيل بالعلف يا جماعه. العلف مش اي سرنجه تنفع معاه، لازم السرنجه دي. هفتح السرنجه واقول لك السرنجه كمان اللي هي ما تنفعش. شوف زيها بالظبط اهو، دي زيها بالظبط، بس دي ما تنفعش، دي 50 سنتي ودي 50 سنتي، بس هقول لك دي تنفع ليه ودي ما تنفعش ليه. طيب نبدا باللي هي ما تنفعش. انا اشتريت الاثنين عشان تعرف ايه الفرق. دي اللي هي مش هتنفع يا جماعه، هنشوفها برضو ليه ما تنفعش. نفتحها اهو، شوف دي اللي معاها سن، ده معاها سن للحقن، دي اللي مش بتنفع، احنا مش عايزين اللي هي بتاعت الحقن دي خلاص. ليه هنا سن ده رفيع، مهما هتعمل فيها مش هتنفع، بس انا جايبها علشان اوري لحضرتك ان دي مش بتنفع للعلف. طالما بالسن معاها كده سن، اعرف ان اللي بالسن دي مش هتعدي منها العلف مهما خمرته ومهما حتى ضربته بالخلاط. يبقى كده تمام، يبقى ده السبب اللي هو اول سبب يخليها تفشل معاك عمليه التاكيل اليدوي بالعلف ده. اولا يا جماعه مش هتعدي الحبوب، اللي هيعمل اللي عايز ياكل حبوب صحيحه مش هينفع بالسرنجه دي ولا بالسرنجه دي. طيب هنفتح التاني، دي اسمها سرنجه قسطره، تقريبا السعر واحد اهو. شوف اول حاجه ده السن ده كبير، مش محتاجه خرطوم ومش محتاجه حاجه غير كده. شوف حضرتك ازاي فتحه السرنجه دي وسع ايه. هنشوف السن التاني، الحقنه التانيه، السرنجه التانيه يا جماعه، شفت الفرق بين دي وبين دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى ان هي اللي هتنفع الصح اللي هي دي اللي هي صح، دي غلط، اللي على اليمين دي الغلط، اللي هي معاها سن ما تنفعش خالص، اللي على الشمال دي السرنجة الصحيحة. ده أول شيء في نجاح معاك عملية التأكيل. تاني حاجة نوعية العلف اللي أنت بتجيبها. نوعية العلف لازم تكون النوع ده الرفيعة، الحباية الرفيعة دي، اللي هي علف بادي اللي بيجي للكتاكيت وهي لسه صغيرة، أو للسمان اللي لسه من عمر يوم. اللي هو ده. كتاكيت الفراخ اللي هي من عمر يوم أو السمان اللي هو من عمر يوم. بالشكل ده، وتخمرها لمدة 15 ل 20 دقيقة، برضو لو ما خمرتهاش الموضوع هيفشل منك. تمام، يبقى دي كده قلنا السرنجة لازم السرنجة الصح والعلف الصح. أنا إيه اللي خلاني عملت الفيديو ده تاني؟ أنا عملت الفيديو ده أكتر من مرة لأني لقيت قنوات اللي هي لسه ما تعرفش يعني إيه التأكيل بالسرنجة دي، جابوا سرنجة حقن زي دي وقصهم. طبعا هي سرنجات الحقن دي أنواع، في منها السن ده طويل بتاعها بس رفيع برضو، قص منه علشان يقطع الحتة الضيقة ويوسعه. لا أنا بقول لك هي دي جاهزة، ما انتش هتقطع منها حاجة، وفي نفس الوقت الطول بتاعها ده انت هتحتاجه عشان تدخله في بق الزغلول. بضيف دايما الجروفيت بلس، كنت دايما بضيفه نقطة على الخلطة بتاعتنا. تمام، طيب النهاردة انا مش هضيف الجروفيت بلس، زي ما شفت قنوات او في ناس بتقول لي ليه انت مش بتحط عليها فلاجيل، الفلاجيل اللي هيساعد على الهضم. فعلا الفلاجيل اللي هيساعد على الهضم، بس هو انا بحط الفلاجيل للزغاليل من عمر 8 ايام، اليوم الثامن والتاسع والعاشر، 3 ايام، وبعمل بعدها يومين خميرة. لو عايز تحط الفلاجيل، انت ما حطيتش فلاجيل خالص للزغاليل، هتحط على المقدار ده حوالي 2 سنتي او على حسب الزغاليل اللي انت هتأكلها. شوف انت الزغلول هتحط له مقدار نص سنتي، يعني لو انت هتعمل بدول نقول مثلا دول هيكفهم 8 زغاليل، نحط لهم 4 سنتي مقدار، يعني الغطاء اللي انا بغطاها ده بتاع 5 سنتي، الغطاء بتاعها نحط مثلا 4 سنتي يكفهم 8 زغاليل. تمام، يبقى للزغلول نص سنتي، حطيت ال 4 سنتي اهو. وكمان في اضافه كمان هنعملها كمان، اللي هو خل التفاح
او مضاد السموم اللي انا دايما بعمله. خلي التفاح معايا. هنحط على الكميه دي سنتي كفايه، سنتي خلي تفاح تقريبا يعني. تمام. ليه بقى الموضوع ده؟ لان العلف يا جماعه العلف صعب الهضم. كمان سبب من اسباب نجاح الموضوع ده معاك التاكيل اليدوي بالعلف، ان انت هتاكل الزغلول زي ده كده مثلا الصبح، اكلت الزغلول الصبح، هاجي بالليل او اخر النهار بعد مثلا نقول ما يفوت 12 ساعه تمسك حصله الزغلول، لو لقيت الاكل ما اتهضمش لسه، الاكل جامد في حصله الزغلول، هتقوم سقيه ميه، تملى السرنجه فاضيه ميه وتسقيه ميه بس، لو لقيته هضم اكله تاني. لان السؤال ده بيتسال كتير، هيقول لك اكل كم مره؟ زي ما قلت لك اكل مره الصبح ومره بالليل، لو لقيته ما هضمش اسقيه ميه بس، المهم تمر عليه تاني مره بالليل، لكن لو لقيت الاكل لسه فيه ما تاكلوش، اسقيه ميه بس، تعرف ان هو عنده الهضم صعب. في الحاله دي استخدم الفلاجيل ومضاد السموم. في سبب كمان يخلي تاكيل اليدوي يفشل، اللي هي ايه؟ ان الزغلول يكون عنده اي مرض، لازم الزغليل اللي هتاكلها يدوي تكون زغليل سليمه. لو الزغليل صحتها تعبانه وانت بتقول هناكلها، لا هو الزغليل اللي صحتها تعبانه عايز تاكل اكل على قدها، ما تكبس عليها في الاكل. الزغليل لو صحته تعبانه ما تاكلوش كتير، اكله على بسيط جدا ما تتقلش عليه في الاكل. لازم يكون الزغلول صحته قويه وزغلول قوي علشان تبدا تاكله، لان العلف تقيل ما ينفعش تعطيه للزغليل التعبانه. هنبدا نجرب كده نشوف خلاص هتسحب ولا لا، نقلبها. شفناها دلوقتي بعد ما اتخمرت شربت الميه ازاي، اتخمرت اهو تمام، وطبعا عليها الفلاجيل وعليها خل التفاح او اللي هو مضاد السموم. هنسحب منها اهو، بتسحب زي الفل اهو. ليه؟ مش السرنجه الثانيه مش هتنفع تسحب العلف، زي ما قلت لك السرنجه دي بس اللي هتسحب اهو. السرنجه مليانه، السرنجه 50 سنتي او 60 سنتي، هي بتاخد حوالي 60 سنتي اهو. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا الزغليل دي للذبح بس يا جماعه مش للتربيه، لو انت هتسمن وتاكل علف يبقى للذبح بس. بعد عمر اسبوعين مش هينفع العلف ده يبقى تقيل، يستفضل ان انت مش اقل من 10 ايام الى اسبوعين، لو 10 ايام لو نمو الزغلول كويس، لكن لو زغلول قليل 10 ايام لا، اسبوعين كده زي ده كده وابدا اكله في الاحجام دي كده يبدا يستحمل العلف. يبقى كده انا قلت لك العيوب اللي بتخلي عمليه التاكيل اليدوي تفشل. كده اكمل بقى انا الخلطه بتاعي عشان ما اطولش عليكم. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.